ليش البنزين هالأيام زحمة؟ هالسؤال يدور في بال أي شخص يدخل محطة البنزين هالأيام، لأن الزحمة موجودة على مدار اليوم، وهالتساؤل حق مشروع للكل، لأن الدوامات موقفة وحظر التجوال 12 ساعة في اليوم. زين، ليش هالزحمة؟ هذا كان سؤال فريق عمل عسيف لزباين وعمال محطة ألفا. هذا التنفر هذا الزهرة على طول، هذا التنفر هذا على طول على طول سهرة يجي على طول دوم. بس كله سكر عشان كورونا، مشكل كله سكر من مكينة، يجي زحمة واجد مني. قبل ما في واجد زحمة، بس علم أول هذا واجد كله مكينة يفتح، علم ما في يفتح كله مكينة، بس هذا شوية زحمة علم مني. عشان 12 ساعة شغل، بعدين سكر كل مكان، بعدين علشان يجي سيارة واجد، بس على طول يجي سرعة واجد، سيارة واجد زحمة عشان يجي كورونا، علشان يجي سيارة واجد. أول ممكن يجي صباح شوي بالليل شوي، علشان يجي بس صباح ساعة 6 واجد يعني سيارة. زحمة واجد، زحمة وهدينا اللي تندر على السيارة عبي على السيارة واجد. بعد ما سمعنا من العمال الموجودين في المحطة، سألنا الزباين وقالوا عندك أغراض بيتك تبي تروح تجيبها، عندك تمصوصف، لا سمح الله أحد في عنده كورونا، تروح تودي مستشفى جابر ولا تروح تودي معاجر، أمور واجد. وأنا أخوك الحين رايح المستشفى، لازم نصب بنزين، إحنا رايحين، عرفت؟ إحنا الجهرة رايح المستشفى جابر، ولكن في ناس ما عندها شغل بس مضيق على العالم وفره، يعني رحت صناعية تلقى زحمة، رحت حق مطعم تلقى صافين دور، ما عندها شغل في ناس. والله ما أدري عن تصرفاتهم الشخصية، ليش الناس كذي ما أدري، الله أعلم. بس أنا بالنسبة لي أنا لأن أداوم يوميا فطبيعي أصب بنزين، عشان الدوامات، يعني ممكن لناس عندها دوامات فما يقدرون يشوفون هالزحمة هذه، ما يقدر يعبي بنزين فياخذ احتياطاتها قبل. كلام الزباين والعمال متشابه، بس ما كان في جواب يبرر هالزحمة، ويبقى سؤالنا يدور عن إجابة وافية ومقنعة: ليش البنزين زحمة؟